انا من البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير، واخا انا عارفه الناس كلهم شوشين على ريان مسكين، الله سمعنا عليه اخبار الخير والله العظيم. عرفتي بقيت كنتسنى البارحه انا في الليل والو، تعيت صراحه ونعس ما كاين والو، قلت الصباح ان شاء الله غادي نوض غنلقى فرج، ولكن مازال اليوم والو. الله يجعل ربي سمعنا عليه اخبار الخير. هذاك دابا راه ولا وليدنا كاملين، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ولكن ربي كما قدر يخلي هذه المده كامله على قيد الحياه لتحت، وتقوت البارح الحمد لله، قادر قادر وملائكته واقفه معاه. يعني خايفه عليه انا غير من شي حنش ولا شي حاجه، ولكن راه ملائكته حافظه، ربي يحفظه وينجي تيخرج لينا سالم غانمي يا ربي. ما عرفش ما نقول، وحق الله العظيم هذا الفيديو اللي غادي ندير اليوم مش داريها البنات، وكنت باغا نديرو وقلت غنديرو، لان يعني لا وقف ما معنا ما نديرو، الناس اللي قايمين بالشغل ديالهم راهم قايمين، والكمال على الله، اللي بغاه الله هي اللي كاينه، وحاسين بوالديه وحنا حتى حنا تالمنا صراحه. وهذه تخلي الواحد يكون يدير الحيطه والحذر، وهاد اللي عنده كبير ما يسدو، عنده الدراري الصغار يسدو. دابا انا وليت كنخمم مين يجبد راي ان شاء الله، وديك الحفره كي غيديروا فيها، لان حدا الدار خصهم يديروا على شي خصهم، المهم يعني شي حل، والتربه يعني داكشي ماشي ما كاينش اساس، داكشي كيقصوا فيه كي ما عرفتش والله. وليت كنخمم انا بديك الدار ده. المهم البنات الفيديو ديال اليوم مهم ومهم بزاف، زوين غادي ينفعكم، وغادي نحاول البنات نديرو معاكم ايتاب باغ ايتاب، يعني غادي نديرو معاكم، يعني ما غاديش نعطيكم هذاك التدقيق الممل، غنبدا معاكم بشويه بشويه حتى تولي يعني نبسط عليكم الامور. غادي نديرو اليوم مساج علاجي ديال رجلين اللي كنعالجو بهم بداك المساج، كاينين دي بوان اللي كنعالجو بهم الدات كامله، يعني كان كل بوان باش متعلق، كاين ديال القلب، كاين ديال، وانا رسمت واحد الرسومات اللي غادي نحطهم لكم، وهذوك الرسومات يمكن لكم تنقلوا عليهم البنات. انا غنوقف لا فيديو ونحط دوك الرسومات، هاد الرسومات اللي درت يعني مبسطه، قلت لكم ما بغيتش ندقق يعني باش ما تدوخوش، لان ملي كتبان لكم من رجل عامره بزاف غادي تدوخوا، وغادي يجيكم داكشي روينه، غادي يجيكم ديك الخريطه يعني صعيبه. فانا درت المهم، ومن بعد ان شاء الله من تمكنوا من هاد النقط هادو المهمين عاد ندوزو لداكشي الدقيق، يعني داكشي زعما اللي دقيق في الدات ديالنا. دابا نبداو بهاد لي بوين اللي هادو تمكنوا منهم، وان شاء الله غنبدا ندير لكم كل نهار فيديو نخدموا به دو بوان حتى تدخلوهم، يعني يدخلوا لكم ويوليو عندكم عاده ديروهم كل ليله. عاد ندوزو داكشي المدقق، داكشي دوك لي ديتاي ديال لي ديتاي. المهم البنات غنحبس لا فيديو باش تحط لكم الصور باش اللي بغى يسكرينيهم ولا شي حاجه ويبدا ينقل عليهم. هانتوما البنات رسمتهم على هذا الشكل هذا باش من يعني باش حيت ملي غتدخلوا غادي تجبدوا مثلا نتوما ديروا خريطه القدم، غيخرجوا عندكم رجلين فيهم داكشي مدقق بزاف والعروق وداكشي، ما غاديش تقدروا. دابا انا بسطت لكم الامور بحكم انني قريت هذا الشيء في الاستيتيك، قريت هذا الماساج ميديكال، بسطت لكم الامور كيف ما كتشوفوا هانتوما، يعني العينين واضحين، يمكن لكم تسكريني وهاد الصوره هادي وعليها تخدموا، غتجيكم سهله. هانتوما البنات غترسمي، ديري مثلا او ديري رجليك وترسمي الرجل ديالك وترسمي فوق، تنقلي وترسمي من هذا الشيء هذا، هنايا درت بحال الريزول تحت هاد الكعب، هادي هنا بهاد الكعب هذا كنخدموا المناعه، انا نخدم الاميره وغادي تشوفوا معايا البنات الخدمه. كيف ما باين البنات في الصوره هنا عندنا المخ، يعني هذا السبع الكبير كيخدم يتحكم في المخ ديالنا في العقل ديالنا. هنا تحت منو هذا اللي كتبان لكم بحال الفراشه هذه راه الغده الدرقيه، تحت منهم مباشره القلب وهاد القصبات اللي لاصقين في القلب.
هنا البنات القصبة الهوائية، وهنا الرئة، هنا العينين، وهنا الأذن، وهنا الكتفين، هنا البنات الكبدة. هاد الكبدة البنات هادي كاينه في الرجل اللي تحت منها الكبدة، ما كاينش في الرجلين بجوج، يعني لو بوين اللي فيه الكبدة ما كاينش في الرجلين بجوج، كاين في الرجل اللي تحت منها الكبدة، يعني الرجل اليمنى. هنايا المعي الغليظ والامعاء، وهنايا تحت القلب كاين الرية، و هذه المرارة، وهنايا البنات الكتاف، لا الركبتين، هالكتاف هنا الركبتين، وهذا اللي كتشوفوا فيه هنايا هذا العمود الفقري، وهادي هادو تا هما ركابي، وهنايا المناعة البنات. انا درت لكم قلت لكم هادشي مبسط، ولكن راه هاد البلايص خاوين يعني فيهم بزاف، ولكن ما بغيتش ندوخكم، بدينا بهاد الصورة هادي المبسطة. وكيف ما كتشوفوا هادي ديال الرجل اليسرى حتى هي فيها القلب كيف ما في هادي، يعني هنايا بحال تقولي في الرجلين بجوج، يعني كيتحكموا في القلب وكيتحكموا في الغدة الدرقية وفي المخ، ولكن ما فيهمش الكبدة. الكبدة كاينه تحت الرجل، هنا كاينه البنكرية، كاينه كاين الكلوة ثاني، كاين المعدة، حتى هنا كاينه المعدة، ها هي مرسومة بالغوز. المهم البنات غنوضح لكم هادشي، غنرسمو على رجل الأميرة باش توضح لكم أكثر، وغادي نوريكم يعني دابا غادي نكتفيو بالرسم، وفي الفيديو الجاي إن شاء الله ندير لكم المساج. مدهش مدهش. ما هذا ما هذا ما هذا؟ بابوس. ها بابوس؟ بابوس لا موس. شتي يلا صافي ما تبقاش تخدموا صافي. مدهش هيا صافي. جا مجد خدا البلاصه ديال اميره، ماشي مشكل. هانتوما البنات، مهم دابا غنوريكم غير لي بوين، ما غاديش ندير الماساج لان مهم يعني ما غاديش ندير لها الزيت دابا، غنوريكم غير لي بوين. هنا البنات هنا المخ، هاد الاصبع هذا الكبير كيتحكم في المخ. شحال هادي كنت صغيره وحق الله، وكنت كنشوف ميمة الله يرحمها كتشد هاد البلاصه هادي بالشريط ديال الربيع، هاكا كتعقدو على رجليها على هاد البلاصه هادي، كنقول لها ميمة هادي هاد البلاصه البنات كتحكم في الرقبه. اسكت ماما. كتحكم هاد البنت البنات هاد البلاصه في الرقبه، كتعقد هكا الشريط داك اللي كيدير يكون في النعناع ولا في الربيع كتحكم فيه. كنقول لها هذا، كتقول لي كيوجعني، كي مزيان مزيان، كتقول لي هذا مزيان للذات، ما كانش كتقول لي شنو، ولكن كتقول لي مزيان كيضروني ولا هذا كيضرني هاد البلاصه هادي الا حسيتي بالرقبه ديالك. كما قلت لكم البنات هاد البلاصه صنع عليا التليفون، هاد البلاصه هادي كتحكم في الرقبه. وهنا البنات هاد البلاصه هادي لا ديال اليمنى ولا ديال اليسرى في القلب، هاد البلاصه هادي كنضغطوا عليها هنايا كتحكم في القلب. هنا كاين القلب اللي غنرسمو غنرسمو غير ان كور بحال هكا، المهم غير بالنسبه للناس اللي باغين زعما يبداو يديروا هاد لي ماساج غير باش ما ينساوش باش يتحكموا. هنا ترسمو ان كور، غير ان كور عادي ترسمو هكا بالحمر، هاد البلايص هادو كيتحكموا في القلب. هنا البنات كاينه المعده، هنا كاينه المعده، كنت من هنا كنتحكموا في المعده، لا هنا ولا هنا. هنا كاينه الكليه، وهنا كاينين الامعاء اصلا بعد، كاين هنا المعي الغليظ ما في الرجلين ما المهم غنشوف لكم شي فاتح اللي غادي. هنا كاين المعي الغليظ،
كاين الماء الغليظ وهنا كاين الامعاء الدقيقه. هنا البنات هنا الركبه ديال هاد الرجل هادي اللي كنخدم فيها، الجهه الاخرى ثاني الركبه ديال الرجل الاخر. المهم البنات هنا كاينين العينين في هاد الصبع الثاني، هاد الثاني والثالث كاينين العينين، كذلك كاينين في هاد الرجل هادي. هنا كاين الودن، هنا كاين الودن ديال هاد الرجل هادي اللي ديال هاد الجهه هادي، وهنا كاين الودن ديال هاد الجهه الاخرى. هنا البنات كاينين الكتاف. المهم راه وضحت لكم في الصوره، ديروا على السكرين. هنا كاين الكتاف. وقبل ما نديروا البنات هاد المساج نديروا واحد الحمام فيه واحد الماء دافئ ما يكونش سخون بزاف. هنا كما قلنا كاين القلب، وهنا حداه كاين القصبة الهوائية. هنا كاين القصبة الهوائية وكاين الرئة، الرئة ديال هاد الرجل اليسرى. نكتفيو بهاد القدرة البنات، هاد الشيء اللي مهم. وهنا البنات هنا في رجلين بجوج كاين العمود الفقري، هنا كاين العمود الفقري. المهم البنات هادو هما لي بوين اللي مهمين اللي خصنا، هادو هما لي بوين اللي خصنا نركزوا عليهم. ومن بعد كما قلت لكم غادي نمشيو وغادي نتعمقوا يعني في لي بوين اللي كاينين في الرجل، لي بوين الدقيقه يعني جيوب الانفيه. المهم كاين بزاف. المهم في بحال دابا هاد الصبع هذا كنجيو كندير فيه واحد هكا، واحد مساج هكا بهاد الصبع ديالي هكا دائري، بحال غادي ندير شي ببوشه هكا دائري. كنبقى كنماصي فيه هكا بشكل دائري ومع الزيت، نضيفو الزيت مره اخرى وغندير المساج. دابا انا غير كنقول لكم، وهاد البلاصه ديال العينين البنات كنبرك عليها بحال هكا، كنبرك عليها جوج بليسات. كذلك ديال الودن حتى هي كنخدم هاد الصبع هذا بحال هكا. كان هاد لي مساج غادي الا ما نفعو ما غاديش يضرو. هذا البنات ديال الرقبه واللي موجود في كازا يعني يمكن لي يجي الحي لهنا، يجي عندنا المحل ندير ليه المساج ماشي مشكل، مرحبا والف مرحبا. كنديروه بثمن مزيان. هنا البنات الريه، هنا الريه كنطلع بحال هكا، هنا القصبه الهوائيه، هنا كما قلت لكم القلب، القلب كنضغطو هنايا بحال هكا. هنا المعده، فيلا غير حسيتي براسك عيانه كيضرك كيضرك هاد تحت الكتاف وداكشي خدمي هاد البلاصه هادي، حسيتي براسك كيضرك راسك خدمي هاد الصبع هذا. هنا البنات الامعاء، الكولون قولون والامعاء الرقيقه. هنا البنات المناعه، هنا لتقويه المناعه. هذا برصنا كيخدم يخدم هذيك لاباري وكي يطلع ليه داك الرغوه بزاف وكيبدا يغوت. هنا كما قلت لكم البنات المناعه، وهنا هنا كنشدو بحال واحد البوني وكنخدمو به هنا العمود الفقري اذا كان دارنا الظهر كنخدمو الماء. المهم يعني غندير لكم فيديو ديال الماساج خاص. هنا درنا غير لي بوين وكنتمناكم ديروا سكرين ولا تخرجوا دوك التصاور اللي درت لكم. من الاحسن باش حطي حداك التصويره وتبداي تخدمي داكشي بالتدقيق. البنات هذا الفيديو هذا ما بغيتوش يفوتكم، زوين زوين ومهم للصحه مزيان. كنتريتيو به كاع المناطق اللي في الجسم ديالنا كدرنا كما كنا نتريتيوها من رجلينا، يعني هاد الرجلين هاد لي بوين اللي في رجلين كنز الصحه كما كاين في اليدين حتى هما ان شاء الله. من الرجلين غادي ندوزو، من بعد غادي ندوزو عاوتاني للرجلين، شوف اليدين شوفوا لي بوين اللي فيهم. كنتمنى البنات هاد يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه شي حاجه. ودائما كندعيو مع داك الوليد ريان، دائما كندعيو معاه. شو هذا اش داير؟ شوف شوفوا هذا اش داير، ها انتم شوف هبطوا خول تحت الجرده شويه كيلعب طلع مزنق. لحظه مال نخدموها يلا لا توقف، ها نوقفو. انا اسف قولي وقفي، قولي انا اسف خليه يطلع ياكل. كي عندك شنو هذاك شي شنو هذاك شنو هذاك ما هذا طفي واخ. المهم البنات غنقول لكم بالسلامه وغادي نسالي هاد الفيديو هنا. واللي شاف لا فيديو عجباتو ما يبخلش عليا بلايك ويشارك في القناه ويبارطاجي باش تعم الفائده. وان شاء الله غادي نبدا ندير فيديوهات بحال هذا الشكل هذا للفائده.
خليكم معايا وما تزابيوش ودعواتنا دائما مع ريان. الله يسمعنا عليه خبر الخير. السلام عليكم.